يا شوي ما في يا ايل يا شوي ما لو سوى يكم مدر دد بدن باكو تاغن اي بلاك كو تاغن دد بدن باكو سوى دد ميت هذا مو اسك تاغن ها دد كم حد دد كم ايغا او شغينا ايغا حبايرا و حو قبلنا دد كسودا ايغا او شغينا اي مدر هي سوي اي سودا دد يا كرو شغينا ايغا و حو قبلنا هارو هارو السلام عليكم اريجي وي يمسك تليفون ما قبلنا هي سلام عليكم سلام عليكم قدر طب في عنا سومالو واحد يكون مهما هذا أنا نكي ثبا كده رجع ما قررتي بركي واحد هو يجلس التليفون كده ما كان قاد في عنده هاي يجلس التليفون كده ولا أروح سلام وفي عنا ما تماتين ما يعيش ما بحب مسوي شو يسك التليفون كده السلام عليكم هيا هيا هول باي تالو لكن أنت أصحابي بقى لقى هلي وحنا نسمع يسوس تلفون أنا واقف سلام وفي عنا ما له يجي من تجنا أو سكور أو سبص على يسوس تلفون كذا سلام هكا بدوي هيا ولا ليك هلا هذيك ما هرسان واو الله ربنا هيا ما ترى نقول لك هيا هيا ما حرت الشيء الدنيا هنا كهرباء اصلا قال انا كارب لي وبارت هولا انا قد عاي هيا يا يا كاب عجيل قال قالك ما سوق سلك الله الله يا ورقاك ما ورفيري قال لك مدعي والله قال بان كد عاي ما يا ما يا قال ما قال ما يا قال ما قال قال اسوان كتبت كتاب ومر الله مر تشو وين القرص قال ما حبسوا متى هاي سوى يا ذيك مو واحد يا ليش السلام عليك يا لي حفيظ ما شو شركي ما شركي ميا هي اي واحد يا ليش واحد يا ليش شر بلادي شر بلادي شر بلادي انا قلت لي يا رب اي والله اما ثلاثه اما اربعه اما قديش يعني انا سبت الواي ماركت برا التكور كهلا يلامي برا التكور كهلا يلامي أنا أفر بريمو كسوي الماء كسوي الماء هاي والله وسوي فريستا فريستا ها فريستا ما يدش منها مسوي مسوي ما يا ما يا ما عايش منين بريتو صلاة بريتو صلاة بريتو صلاة الله يعطيك العافية وبلا ما أديك أنا واقف بحياتي أنا أمد الصومال عيدك كهالضيا
ciidan madeenu ciidan ma wanaagsanyi ciidan ma hawlkara wey ciidan ma aqoon la wey ciidan ma wadan ku dhan xasilin kara wey ciidan ma aan ku kalsoonahay wey sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa oo soo jeedinayaa bishaan hadda maanta aan ku jirno bishaan mudan aniga waxaan ka hadlayaa badda ayaan ka hadlayaa baddeen iyo berigaba sidaad ogtihiinba waddankeenna waa waddan barwaaqa waa waddan aad u wanaagsan waa waddan wax ka shaqaysta waaye sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa bishaan gudaheeda waxaan soo jeedinayaa in aniga fikiraa soo jeedinaya maanta horta dadka soomaaliyeed waa dad walaala ah waa dad ehel ah waa dad aan kala maarmin waa dad mid ah marka saan tala ma noqoto tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa dadka soomaaliyeed in loo sameeyo dib heshiisiin ya federaal baan war la isku raacsan yahay wax ka soo horjeeda lama arko laakiin dhulkii waa la isku haystaa tuulo kasta waa la isku haystaa darqiyadii baa la isku haystaa annagaa leh iyo annagaa leh annagaa leh iyo annagaa leh cirka maahna meel aan la isku haysan lama arko marka ol xamiin xamiin hore waxaan malay olale dayaxa dayaxa anaguna kor mari jiro oo dayaxa haday sheegtaanna kii ka dhacda waa la ogaan doonaa a shirku wuu xeriya bas okay soomaaliya waa faraxsannahay annaka shirku wuu xeriya
مدني داعدا حكومات.